إلى ممثلي جامعتي التعليم الأساسي والثانوي في قضية رفعها عدد من الأولياء على خلفية قرار حجب الأعداد. يحضر معنا في المباشر سي لسعد اليعقوبي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي. سي لسعد مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. شكرا لك. أنت تعتبر الممثل القانوني غدوة للجامعة العامة للتعليم الثانوي، سيقع الاستماع لك وكذلك الاستماع لسيد نبيل هواشي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي في قضايا رفعها عدد من الأولياء، وتم تنبيهكم أو إعلامكم بالموضوع هذايا عن طريق عبد المنفذ كان زار مقر الجامعتين. تعليقك على هذا الموضوع كجامعة عامة للتعليم الثانوي، كيف تقبلتم مثولكم أمام القضاء في تقريبا أو في سابقة هذه أول مرة أولياء يتوجهوا للقضاء ضد جامعات التعليم الأساسي والثانوي؟ هو أولا خليني ندق، أولا من وجهة نظر قانونية الجامعة العامة للتعليم الثانوي والجامعة العامة للتعليم الأساسي ما هماش يعني هياكل نقابية مستقلة، وبالتالي معناها جزء من الاتحاد العام التونسي للشغل، والممثل القانوني للاتحاد العام التونسي للشغل هو الأخ من العام للاتحاد العام. هذه أول يعني عصرة قانونية يعني في علاقة بهذا التمشي القضائي اللي اختاروه البعض. يعني معناتها كان من الأجدر معناتها قانونيا يتم استدعاء نور الدين طبوبي، مش يعني يتم استدعاءكم انتوما؟ لا، هو 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 المحامي الذي يعني اختار هذا هذا التمشي يبدو انه غير ملم يعني حتى بقوانين المنظمه، يعني قدم شكايات في شخص الممثل القانوني للنقابة هو لا يدرك أن هذه النقابة هي جزء من الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد العام التونسي للشغل جزء لا يتجزأ، ونظام الأساسي وقانونه الأساسي ينطبق على الجميع، ثم ممثل قانوني واحد له الاتحاد العام التونسي للشغل مش عشرات الممثلين القانونيين. علاش قلنا راهي هذه العصر القانونية الأولى؟ والحاجة الثانية هو أنه نقابة التعليم الثانوي مش هذه أول مرة، هو يتم تقديم قضايا بها من طرف أولياء. صارت الحكاية قبل يعني، وتتحول القضية وكأن الأولياء شاكين. يعني احنا على الأقل في نقابتنا 800 في كما يقارب ما بين التعليم الثانوي والتعليم الأساسي ما يقارب 160 ألف ولي، يعني اللي هم مدرسات ومدرسي تعليم ابتدائي وثانوي لم يقدموا قضايا يعني بالنقابات وبهيكلها من النقابات. وبالتالي هذه الحركة اللي عملها المحامي ينطبق عليها يعني كما يكون يعني بيت شعر المنبي حينما قيل له يعني أن هناك شخص يهجوك يعني. فأعتقد أنه ذكرنا بالبيت بتاع المتنبي، رجعنا شوية البكالوري. لو ما قالش بريت، هو قال المتنبي، قال أنه هذا النكرة فيما معناه، هذا النكرة يريد أن يتم أن يحصل على شهرة على حساب المتنبي، يعني يريد أن يرد على هذا المحامي يريد أن يحصل على شهرة. يعني أنا في تقديري، أنا في تقديري لا تعدو أن تكون أكثر من هذا يعني. فكما يقول زاد هي زوبعة في فنجان. كان هو لأنه المحامي مش وحده، ما تحك راسه هكا ومشى معناتها رفع قضية، أكيد فبشكون فوض له. يعني هي من حيث المبدأ كل مواطن تونسي من حقه باش يتوجه للقضاء، ولكن أيضا كيف يحب يتوجه للقضاء ماذا بينا زاد يكون معني متمكن شوية وعارف شوية حتى لا تصبح الزوبعة في الفنجان تصبح يعني تتحول إلى قضية رأي عام، وكأنه يعني النقابيين اليوم موضع شبهة، ونقابة التعليم الثانوي ونقابة التعليم الأساسي يعني سيزج بهم في السجون، وإلى غير ذلك من الحملة الإعلامية والحملة على سواء صفحات التواصل الاجتماعي اللي يعني فعلا يعني فيها يعني كثير من الإجحاف في حق المربين وفي حق النقابيين. يعني اليوم البلاد محتاجة إلى أن نفهم أصل المشكل. يعني اليوم حجب الأعداد مراد يعني إعطاء بعد يعني صراع بين الأولياء والمدرسين، والحال أنه مش هذا الصراع، الصراع مش بين الأولياء والمدرسين، الصراع
هو قائم بين وزارة التربية وبين الحكومة وبين النقابات، هي منتخبة باش تدافع على حقوق منظوريها. يعني اللي يقبل اليوم أن تكون ثم مستحقات عنده متخلدة عند الحكومة والحكومة تصر على عدم إعطاء هذه المستحقات المقننة واللي يعني موجودة في أوامر وفي قوانين وتتفنن في المماطلة من أجل عدم الاستجابة لها، معناها أنا أعتقد أنه هذا يعني تمشي غير سليم. الوليج يقول لك انا شو يهمني، معناتها انتم ما عندكم مستحقات عند وزاره التربيه، اي يقول لك انا صغيري ما خذيش البلتان تاعو، صغيري ما جابش الدفوار ما روحش به للدار. راهو يجي نفهموا حاجه، المدرس ما يعطيش البلتان، والمدرس مش هو اللي يعطي البلتان، لكن المدرس ما رجعتوا الفروض، الفروض ما خذوهمش الصغيرات. العقد القانوني بين الولي بين العقد القانوني اللي نظم يعني حق الولي في الحصول على بطاقة الأعداد هو منظم مع وزارة التربية. إذا الولي يعني عنده مشكلة في بطاقة الأعداد فليتوجه إلى وزارة التربية، هذاك هو الوجهة السليمة والصحيحة. يعني لكن يقول لكم الطرف الذي أعلن عن حجب الأعداد هما جامعتي التعليم الأساسي والثانوي، ما عندوش الحق باش يفتي الولي، الولي عنده مسؤولية، عنده شكون مسؤول على ولده؟ المسؤول على ولده هو وزير التربية. احنا بالنسبة لينا عطاك كان رأيك أنت، حسب رأيك أنت معناتها على الولي أنه يشكي بوزير التربية؟ المحامي اللي رافع القضية فاهم القانون مليح، راه مش يشكي بوزير التربية. احنا بالنسبة لينا اللي عندنا تجاه الولي أعطيناه، تجاه التلميذ أعطيناه، عدينا الامتحان نتاع التلميذ، أعطينا الأعداد، صلحناها، راجعناها، أعطيناها من المعدلات نتاعهم في المواد، كل ما لدينا كمدرسين تجاه أبنائنا التلاميذ أعطيناه. وبالتالي احنا في حل من أي مسؤولية تجاه التلميذ. اليوم احنا عندنا وزارة التربية اللي مصادر حقوق المدرسين واللي ما تحبش تفاوض بجدية وبعمق في المطالب المادية للمدرسين، الناجمة على وضع اقتصادي يعني يتفاقم يوم بعد يوم، هذا يدفع الهياكل النقابية ويدفع القطاع ويدفع المدرسين أنهم يختاروا الشكل النضالي اللي من أجله يحبوا يفرضوا على الحكومة ويفرضوا على وزارة التربية طاولة مفاوضات جدية من خلال يوصلوا إلى اتفاقيات. إلى حد الآن لم تتوفر هذه يعني طاولة المفاوضات الجدية، ما زلنا صحيح بدينا تو عنا تقريبا منذ شهر بدينا سلسلة متاع مفاوضات، ما زالت المفاوضات متعثرة اللي نأكدوه أنه لا أروقة المحاكم ولا صفحات التواصل الاجتماعي ولا هالكم الهائل من السباب ومن التهم ومن التشويهات إلى غير ذلك هو اللي يحل المشكلة. في النهاية المشكلة سيحل على طاولة المفاوضات. في سنة 2018 و2019 المدرسين اللي نالهم من صفحات التواصل الاجتماعي من السباب والإهانة والتشويه إلى غير ذلك ما يعني لم ينله يعني مربي في تاريخ في تاريخ في تاريخ التربية في العالم يعني. ومع ذلك يعني صمود المربين وتمسكهم بحقوقهم خلى الطرف الآخر اللي عول في فترة ما على هذه يعني هذا التهييج الإعلامي ضد تهييج الرأي العام ضد المربين يعني أنه يجلس لطاولة المفاوضات. وعندما جلسنا إلى طاولة المفاوضات لقينا الحلول. الآن إحنا نحب نقول للحكومة ونحب نقول لوزير التربية ونحب نقول يعني للرأي العام يعني راهو يعني كل ما قاعد يصير معناها قاعد يخرج فينا على الطريق السليم للوصول إلى حل. الحل سيكون على طاولة المفاوضات. فما تقدم جدي في الموضوع، فما بوادر. من المفروض أنه عندنا يوم الأربعاء الفائت كانت هناك من المفروض أن تكون جلسة عمل مع وزير التربية. الجلسة تأجلت بطلب من الوزارة إلى الأربعاء القادم. يعني شوف المفارقات يعني غدوة ستكون هناك يعني محاكمة للنقابات. يوم الأربعاء النقابات أو نقابة التعليم الثانوي على الأقل سيكون لها ربما موعد مع المفاوضات وقد نصل إلى حلول. دونك هذا أنا في تقديري كما قلت أنه الوضع الطبيعي لحل المشاكل الاجتماعية مش استعداء النقابات ومش استعداء موفري العمال. الحل السليم هو أن نجلس على طاولة المفاوضات. بالتالي أنا في تقديري كل ما قاعد يصير يعني من حق الناس تشكي، من حق أي كان يقدم القضايا، من حق أنه يلتجئ إلى القضاء. نحترم القضاء، هذا لا شك ولا اختلاف فيه، وعمرنا معناها موقفنا كان دائما من نبدأ في هذا الاتجاه.
ولكن نؤكد على أنه الحل لن يكون قضائيا، سيكون يعني الحل يجب أن يكون حلا تفاوضيا وعلى طول المفاوضات. شكرا جزيلا السيد أسعد اليعقوبي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، شكرا لك على هذه التوضيحات. يلا نوصل معكم لقاءنا، نرجع لك إن شاء الله الأربعاء إذا كان فما اتفاق وفما بوادر إن شاء الله تكون طيبة على كل للتعليم الثانوي أيضا ولا